تروح الكيلو الجيمر 50,000، ما من المعقول خلال يوم واحد. الذهب الأبيض يقترب من 50,000 للكيلوغرام الواحد في بغداد، والكاهي مفقود، وعيد العمال في البصرة مؤجل. أهلا بكم من جديد. ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من جيمر العرب في بغداد ليلامس 50,000 دينار في أول أيام العيد، ولم تؤثر أجواء الغلاء وتذبذب الأسعار على طقوس اليوم الأول، والتي أعد عنها مراسلنا سيف عبد الوهاب هذا التقرير. إلى مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني توافد المسلمون من كل مكان، وأدى آلاف المسلمين صلاة العيد في مساجد بغداد، والذين توافدوا مبكرين منذ صلاة الفجر لضمان المشاركة. أتمنى إن شاء الله تكون هذا العيد خطوة متقدمة لتحقيق الأماني والمعيشة المتميزة للعراقيين. أتمنى الاستقرار والأمن والأمان للشعب العراقي، والأخوة بين كافة طوائف الشعب العراقي. رجعت إنه والأمة محمد بالخير إن شاء الله، وبالستر بالأمان بالاطمئنان وبالسكينة إن شاء الله، ويعود بلدنا بالخير إن شاء الله، ويحفظكم يمه. أتمنى لهذا البلد ولهذا الشباب العاطلة أن يشتغلون ويشوفوا لهم شغل، وتنفتح بوجوههم وباب الخير. يا رب نتأمل بأنه الخير قادم يا رب العالمين، يا الله، على ولدنا وعلى أحفادنا. وبعد انتهاء صلاة العيد اصطف البغداديون في طوابير محالي بيع الكاهي والقيمر، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد في هذا العيد 50,000 دينار، أي ما يعادل 7 حبات من غرام الذهب. وسعيد الحظ من حظي بربع كيلو غرام لنفاذه سريعا في الأسواق. طبعا تدري احنا الكاهي والجيمر من العادات البغدادية الموجودة هنا، بس الأسعار يعني مبالغ بها، يعني تروح الكيلو الجيمر 50,000، ما من المعقول خلال يوم واحد. فاحنا هاي المشاكل، يعني الناس تدري أيام عيد وتريد تريد تفرح وتتونس وتاكل، يعني ما من المعقول يصعد هذا المبلغ. اصحاب البيت اهل البيت اهلك ياكلون فد شيء مميز، وهذه فتحاول تجيب لهم كاهي وقمر. والله اجيت قبل ساعتين وما لقيت ورجعت ماكو، بس وصل لي السره ماكو قمر بعد، ما تلحق يا ولد تروح لي ما عندك قمر، يا ولد تروح لي ماكو مخلص. من بغداد سيف عبد الوهاب، الشرقي نيوز. ولا تلمس شريحة العمال في البصرة فرقا بين أيام العيد والأيام الأخرى، حيث يضطر آلاف العمال إلى العمل لساعات طوال في أيام العيد.